سمية من الجزائر، تفضلي. ألو، مساء الخير أستاذ هيرة، كيف حالك؟ مساء النور والسرور يا سمية، يا مرحبا الساعة، تفضلي. أستاذ هيرة، لما شفت فيلم عنده تقريبا شهرين، شفت إنه في وجهي إنه في نعم وجهي لحية سوداء طويلة نوعا ما، نعم وأنا واقفة أمام المرآة ومستغربة وقلقة من اللحية، وبعدها أتيت بموس للفلاقة هو في الواقع لزوجي، وبعدها قمت بنزع اللحية بالتدريج وحتى ما أخدش أو أجرح وجهي، ونزعتها كليا وانتهى الحلم أستاذ إياد. كيف علاقتك مع زوجك يا سمية؟ والله الأيام الماضية كانت شوية متوترة، غير نعم وانت تنازلتي عشان تمشي المشاكل وتعاملتي مع الموقف بذكاء، ولا زوجك نعم 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 انت اللي سعيت الاصلاح؟ نعم طيب، اذا هو الحلم يدل على خلافات مع الزوج بسبب امور خاصة جدا بينك وبينه، ولكن انت من نزع اللحية، يعني انت من اصلح من جهته، فبما انها اختفت تماما فان شاء الله لا تعود ابدا هذه الخلافات يا سمية، ان شاء الله. بارك الله فيك. اما طبعا في بعض الاحلام اللي اذا كانت الوحده ما عندها خلفه اصلا قد تدل على ان سبب عدم الخلفه سوف يزول وتخلف وياتيها اطفال وابناء.